مرحبا، لما بنحكي مع تلاميذ الاقتصاد اجتماع فرع اقتصاد اجتماع اخر صف بالمدرسة جري 12 بمادة الاقتصاد في درس عن الكلفة الكلية بالعربي بسموها هن كلفة كلية اللي هي total cost، بياخدوها كمان بدرس الماث total cost، وفي عندهم المارجنال كوست كمان اللي هي بتساوي سي برايم تي اوف اكس، بس بالاقتصاد العربي ما بيعطون هاي، بيعطون هي دلتا سي تي على دلتا اكس، ومقبول شوي لانه هيدا بيقولوا لهم هذا مارجنال كوست، فاذا هيدا اللي بياخذوها هنا بياخذوها هاي بالعربي بماده الاقتصاد، وبالماث بياخذوا هاي. الانتربريتيشن هو تقريبا واحد، لانه بيقولوا لهم انه المارجنال كوست هي بتساوي هي حق، مثلا نقول نحن عم نقول مارجنال كوست ل 3 مثلا، نقول انا الاكس هو القطع اللي انا عددهم اللي انا عم بنتجهم، فنقول انا عم بنتج 30 قطعة، فالمارجنال كوست 30 هو حق ال 31. احنا هيك بنعمل التفسير الاقتصادي انه هي سعر ال 31، كلفة ال 31، وهذا الشيء مقبول ولا هذا اللي بدي احكي فيه، بس بيقولولنا انه لنقول نحن سعر المبيع، سعر مبيع الحبة لنقول هو 5 دولارات، فإذن هيدا هي the price، هي price تقريبا هو estimated، يعني هو مقدر، هو سعر مش price، cost، هي cost of unit 31، يعني 30 زائد 1. زين هذيك الكلفة. طيب نقول انا لا، مبيعه هو 5 دولار، فاذا البي هو يونت برايس، عاده نرمز له بحرف بي بالماث، فالقطعه الوحده هي 5 دولارات. بيقولوا لنا اذا حق القطعه ال 31 كان قد حق ال 5 دولار، معناتها انت على 30 انت هذا هو ربحك الاقصى. هي جملة شوي غريبة بس انه هي هيك. فاذا لنقول انا عم بحكي ام سي اوف اكس، وهو طبعا مناسب لكلفة ال اوف اكس بلس 1 يونت، هو سعر الحبة اللي ترتيبها اكس بلس 1. فاذا كان فأنا لحتى لاقي أقصى ربح، أنا في أجبر إنه البي يكون بيساوي المارجنال كوست، فإذا أنا بعمل المارجنال كوست للأكس يكون لـ5، بجبرهم بفتش على الأكس مين هو. غالبا بمادة الاقتصاد مش الهدف ماث وإكويجن وبعرف شو، مع إنه ماشي موجود، ممكن يعطونا جراف مثلا، الجراف هي بسموها الكلفة الحدية، مارجنال كوست الكلفة الحدية، او الترجمة الافضل هي الكلفة الهامشية. مهم، فهيدي هي القصة. هلا هيدي القصة هي اللي انا هلا بدي ناقش فيها، وهي مهضومة كتير، وانا اول ما سمعتها ما اقتنعت فيها لحد ما قريت شيء هلا حورجيكم اياه، فرجعت فهمتها. اول شيء شو المقصد انه هي بتحقق الربح الاعلى؟ لنفترض انه هي على 30 على سعر ال 5 دولار وانا محقق الربح الاعلى، على فكره مهضومه يعني. هلا انا في كذا شغله انا بحب اني اتناقش فيهم هون انا وياكم، بس لنقول مثلا واحد، لنقول واحد هو حابب بس ينتج 30 حبه، اوكي انتج 30، فبيجي بيسأل حاله قديش لازم يكون قديش لازم يبيعه حتى انا احقق اقصى ربح. بيقول لك بيعه بسعره، فرضا لو كانت هيدا بتساوي 15 دولار،
فبيقول لك احسن شيء نبيعه على $15. ما شاء الله، غريبة شوية. اول شيء شو يعني 30؟ انه هني 30 حبة انا عملتهم. طيب بس مهور 30. طب انا هلا هون هي هلا انا عم بدي هلا احكي بفكرة يمكن ما حدا بيتناقش فيها، بس هي مهمة. شو يعني 30؟ طب انا من امتى بلشت عم عد 30؟ مثلا من اول الشهر، من اليوم بلشت عم عد 30، من انا اخترت مثلا لحظة من الزمن وانا بلشت عد من خلالها، انه والله اول حبة، تاني حبة، تالت حبة، الاكس 3، الاكس 4، الاكس 5، الاكس 10، الاكس 30. طب من امتى بلشت؟ انا بتقديري انه هول 30 هن سعر الحبات اللي انت عم تنتجهم فرضا بفترة من الزمن. انت عندك شركة، مؤسسة، كذا هيك، فلنقول انت، انا ما بعرف، تقديري احساسي بيقول لي هيك، انه انت مثلا بشهر انت عم تنتج 30 حبة، او بشهر عم تنتج 40 او هيك. فاذا انت مقيد بهالرقم هيدا، وقد تنتج بشهر 60. احنا هون الزمن على فكرة ما بنحكي فيه، لا بالماث حتى بالاقتصاد ما بعتقد الزمن بيدخل هون، على القليلة بهالدرس يمكن ما بيدخل. طيب اذا هي معناتها 30. اذا واحد هو ملزم حاله انه ينتج 30 حبة مثلا بالشهر، بقول لك انا على 30 بصير بحقق الربح الافضل. او تعا ده كيف، لحظة شوي، ما انت مثلا ام سي اوف اكس، مثلا ام سي للواحد، انت انتجت حبة مثلا، حساب الام سي واحد، حساب الام سي واحد، شو ما بيطلع الجواب؟ طلع مثلا $3، او طلع مثلا $30، او ما 30، هذا طلع والله $16، $17. بقول لك احسن شيء بيع ب 17، هيك انا بكون حقق اقصى ربح. ام سي 2 اجى دور الحبة التانية اللي انتجتها مثلا. ما بعرف اذا انا عم بفكر صح، بس انا عم بفكر على صوت عالي معكم. بس ام سي 2 انت عم تنتج 2 مثلا، او انت وصلت وانتجت التاني، ما ان شاء الله اكون عم بحكي صح. فانت انتجت التاني، فالنمر التاني طلع رقمه 17.4، فبيعه ب $17.4 مثلا. لا ما بعرف اذا يا هيك الخبريه، او انه الخبريه ما قصد بالام سي اوف اكس مثلا، هو الاكس اللي انت انتجتهم مثلا بفتره زمنيه، انتجتهم وخلصت وعرضتهم للبيع بركي، ما بعرف. وهل المقصد انه نبيعه كلهم مثلا؟ هكذا احوال، هكذا احوال، البحث بيطول، ما بدي افوت بهالمواضيع. طيب معك، مش هذا اللي بدي احكي فيه. اللي بدي اقوله انه ليش هالخبرية؟ والله على سعر الحبة فرضا، انه سعر الحبة كان $15، انت انتجت 30 حبة، ف اذا سعر الحبة كان بيساوي الامسي 30، معناه تمام، معناته انت عم تحقق اقصى ربح. فليش هيدي الخبرية اجت؟ اول شيء هيدا البي، هاي الخبرية اجت من شغلة مهمة. هي اصلا القاعدة مش اذا الامسي اوف اكس بيساوي البي اليونت برايس، سعر الوحدة، لا، اصل القاعدة هي هيك، الامسي اوف اكس بيساوي الام ار اوف اكس، والام ار اوف اكس هو فاذا كان هيك، فاذا هيدا الاكس بيكون هو المناسب للماكسيموم بروفيت، للربح الاعلى. طيب الام ار اوف اكس شو هو؟ اول شيء الار اوف اكس شو هو؟ الار اوف اكس هو بي مضروب بالاكس، مع احترام اليونت، يعني ما بتضرب باليونت اوف اكس، بتقسم على اليونت اوف سيتي اوف اكس، موجود القاعده بالماث، ما بيهمني اليونت، الجوهر هي هاي. فإذا الـ MR of X شو هو؟ هو الـ R prime of X، الـ MR of X
وال r prime of x اللي هو بيساوي derivative لهاي عم على x هو بيساوي ال p. فمشان هيك اجت القصة انه اذا لانه ال p خمس لانه ال p لانه هيدا اذا هيدا بيساوي ال p معناتها هيدا بيساوي ال m r معناتها رجعنا لهي القاعدة هي هاي اصلها هاي. اذا كان عندك هيك هون انت عم تحقق اقصى ربح. هلا انا لما اذا بنفكر فيها كانتربريتيشن كتبرير كتفسير او ما بعرف شو انتربريتيشن بالعربي انه اذا هول الاثنين بيساووا بعض فهل انت بتحقق اقصى ربح؟ اذا باحد التفسيرات شو معنات مارجنال كوست؟ هي سعر الحبه اللي ترتيبها اكس بلس 1، فاذا سعر حبه وحده وهيدي سعر حبة واحدة وهيدي المبيع هذا سعر مبيع الحبة الواحدة اللي هي ترتيبها كمان اكس بلس 1. طب ما هذا سعر مبيع حبة. طب اذا كلفة حبة قد مبيعها يعني انت ما عم تحقق اي ربح. انا هون كان الالتباس تاعي. والفكرة حلوة مظبوطة يعني، بس القصة هي إذا خلينا نفهمها بطريقة مختلفة شوي، إنه قديش شو لازم يكون الأكس، يعني نفترض الأكس أنا ما حققته فعليا، إنه والله أنا مثل هيك على الورقة وقلم عم بشتغل، أو خلينا نفكر فيها شوي بعد منا سهلة. ايه بنقطة من النقاط على فكرة هو مش على ذوقنا الاكس يعني هلا هو اعلى لحظة شوي. انا مش عارف على فكرة اذا بتزبط يعني هالخبرية مهضومة هي، بس انه عادة البي هو constant يعني خلال الشغل عادة البي constant. يعني نحنا بطبيعة الحال مش انه شيء انا بتحكم فيه، لنفترض البي مش انا بتحكم فيه، لنفترض انه ولا بيجي من وزارة الاقتصاد وانا مثابت عندي وهيك هو 15 15. إذا حيكون الأمسية على 30 ما حيكون أمسية لا على 29 ولا على 31 ولا على 32، مثلا الأكس لازم يكون 30. لما الأكس عم بيكون 30 أنا عم بنتج 30 حبة بالشهر أو بالسنة شو بعرف، أنا عم بنتج 30 حبة أو الأسبوع أو النهار ما بعرف، فعلى 30 أنا بكون عم حقق أقصى ربح. لأنه فكروا فيها هيك بهالأسلوب هيدا، إنه بركي أنا ما بقى بحاجة إني كتر، لا كتر ولا أقلل، لأنه وصلت لمرحلة وكأني أنا اكتفيت. يعني وصلت لمرحلة إنه الكلفة قد المبيع. أنت عادة إمتى بتحس حالك مكتفي وراضيان عن حالك؟ إذا الكلفة قد المبيع خلص بتقول أنا حققت أقصى ربح، معناتها الكلفة قد المبيع. هلا نحن يمكن هيدا هيك شوي، يمكن هيدا هيك أفضل تفسير أنا لقيته، بس في تفسير بالماثماتيكال له معنى اكثر. شو هي الامسي اوف اكس؟ هي سيتي برايم اوف اكس. وشو الام ار اوف اكس؟ هو ار برايم اوف اكس. طيب تعالوا نعمل ار برايم ناقص سيتي اوف اكس، يعني هيك ناقص سي برايم تي اوف اكس إيكوال لزيرو، على فرض أنه والله هيدا الأكس هو اللي سيناسب لهيدا. طب مين هي R prime ناقص C prime؟ هو profit P prime of X، profit الربح تنقيصهم. فإذا وهيدي إذا متأمل فيها شوي ملاقيها مزبوطة، ما لما بيكون الديرفاتيف زيرو بتكون أنت فرضا على الماكسيمم. أوكي، فأنت هيدا الأكس اللي بيناسب لديريفاتيف زيرو معناتها انت على البروفيت، انت عم تحقق اقصى ربح، معناتها مزبوط. فبهالمعنى انه وهون اذا شوي بدنا نشوفها، انت لما عاده لما انت بتزيد الاكسات
الكلفة السي تي بيعلى، وكمان الار بيعلى. انت لو نفترض انت عم تبيع وعم تربح، والله في عندك ريفينيو، كمان بيعلى 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 بيعلى، شو بعرفني بيعلى. فبلحظة من اللحظات بيكون السلوب اللي هون قد السلوب اللي هون بأكس معين. فبهالأكس هيدا انت بتقول عن حالك انه والله انا سلوب، يعني هي ديريفاتيف، يعني الشباب الشاطرين بالماث وهيك. فبهالمكان هيدا ساعتها بتقول بتقول هيدا هو أقصى ربح. فهي مش الفكرة انه انا الحب، هي يعني انه مش انه عن جد، لا ما بعرف اذا بتزبط 100% انه والله هي سعر الحبة 31، يعني انا ما عم بربح شيء، انا كلفتها قد ما بيعها ما عم بربح شيء. بس هي بالفعليا هي هيك الجراف، وبالحقيقة هيك الطلعة هي ذاتها، الطلعة هي ذاتها. بتعرف لو كانت مثلا احنا شو قلنا، هيدا ريفينيو ار اوف اكس، قلنا هيدا سي تي اوف اكس. فلو كان لو كانت الطلعة مثلا هيك، هيدا هيك وهيدا هيك، هيدا هيك وهيدا هيك، طب بهذا اكس هيدا انت من مصلحتك شو تعمل؟ انت عم تربح هون، واو تمام، وانا عم بطلع هذا السي عم يطلع، انت من مصلحتك شو تعمل؟ مصلحتك تكتر الانتاج اكتر، زيد الاكس، مصلحتك تزيد الاكس. بس تزيد الاكس وانت عم تربح اكتر من اكتر من الكلفة، معناتها انت ما وصلت للماكسيموم تاعك. نحن ما عم نقول هون المقصد انه انا كيف في يزيد الربح. انا مزبوط انا قلبت السؤال انه فيك كيف فيك تزيد الربح، بس مش هيك بالسياق الطبيعي. المقصد انه شو لازم، المقصد انه وين انت شبعت. انه وين انت حققت الربح الاقصى وخلص، ما بقى في ربح اقصى منه. هي بهالشرط هيدا او بهذا الشرط اللي حكينا عنه، انت حققت أو صعب شوي، حلو واحد يفكر فيها بعد أكتر، يعني يتأمل فيها شوي، إنه خلص أنت بمحل محلات بأكس معين، أنت خلص وصلت للماكسيموم تاعك. هون أنت ما وصلت للماكسيموم، لنقول بمحل المحلات والله صارت هالطلعة قد هالطلعة، لنقول هيدا هيك عم يطلع هيك مهضوم إنه ثابت. أنا بقول هون طب أنا بهالنقطة هاي، بقول أنا، ولنقول بعده عم ينزل، وبعده هيك نزل شوي، شو عم ينزل؟ وبعده عم يطلع، بس إنه بس انه درجة صعوده مش قد هيدا، لانه هيدا بعده هيك ثابت. فهيدا بهالمكان هيدا بالاكس اللي هون، انت من مصلحتك تقلل الاكس، تقلل الاكس كرمال تحقق اقصى ربح. واذا كنت هون مصلحتك تكبر الاكس تحقق اقصى ربح. اذا كنت هون بالضبط، هون بالضبط انت مرتاح على وضعك كتير، على اساس انه كان بلا في كوف، يعني ما في واحد يقول انه اسعار اللي هو اللي عم بيعهم مثلا هو الاكسات، لانه افترض عم بيعهم يعني الريفينيو له معنى اكتر شيء اذا عم تبيع. فبهالاكس هيدا بهالكمية الانتاج هاي، فانت بتكون عم بتحقق اقصى ربح، يعني ما بعرف بمعنى يعني بمعنى انه انت مثل شو بعرفني، كأنك رضيت يعني بالواقع. يعني خلينا نقول انه اوكي، ف يعني بهالمكان هيدا انت بتكون رضيت بالربح، اعتبرته انه هو الماكسيموم. طيب سؤال، ليش هو ماكسيموم؟ ليش منه مينيموم؟ اذا مينيموم كارثة، يعني ما هو الديريفاتيف، ليش ما بيوديني للمينيموم؟ لانه اذا كان ما حيصير مينيموم بفتكر، لانه يعني الار برايم
لازم يكون ال P prime طالع، لحظة شوي، يكون ال P طالع وبعدين ال P بينزل، مش معناتها انه حيكون نيجاتيف او بوزيتيف، يمكن انت عم تخسر كل الوقت. بس انه هو ما، بس نفترض انه انت عم، نفترض انت عم تربح، يمكن انت عم تخسر كل الوقت، شو بعرفني، يمكن الار هون قاعد تحت كل الوقت خسران، بس من محل من محلات انت بكون عم تحقق اقصى ربح. ف اقصى ربح ممكن، يعني شو اقصى ربح، شو بعرفني، بس هو انه اقل خساره. المهم ما بعرف اذا ف فالمقصد انه الار برايم بيكون اكبر من السي برايم بهال، مثلا بهالمكان هيدا، انه هو عم يطلع، البي عم يطلع، الريفينيو بيكون اعلى، بعدين الريفينيو هي مزبوط بيكون هون مثلا اعلى، بعدين الريفينيو هون صار درجة انحناء اقل من درجة انحناء هيدا، فبعدين بيصير ار برايم ناقص سي برايم نيجاتيف، شو اسمه، نيجاتيف، يعني بصير هذا ديكريزنج، بصير بلش ينزل، صح صحيح. فهيك بيكون منظر الرسمي عادة. هلا غالبا او شو بقى دايما، مثلا السيتي ولا مرة الكوست بتنزل مع الاكس، انت بتزيد الاكس الكلفة بتعلى دايما هيك، الار نقول الريفينيو دايما حيطلع، وبالتالي هذا المنظر التقليدي لل، فاذا بالمحصلة انت بأكس معين بتكون انت راضيان عن، بتقول هذا هو الاكس الانسب ان انا ضلني عليه، حتى ربحي يكون بهالمكان هيدا هو الاعلى. فبهالمعنى بيكون سعر الحبة انت راضيان عنه لدرجة شوي خرافية، لدرجة انه ما حربح بعد شيء ازيد، اذا انا كنت عم منتج هالاكس اللي هون، لدرجة ان ما حربح شيء ازيد اذا انا كنت على الاكس اللي هون، هي الفكرة. بلا طول سيرة، فإذا من وين جبت هالمعلومات؟ حقيقة هالمصدر هيدا مش ببساطة على فكرة تلاقوا تفسير واضح، بس هون هن هالسطرين ثلاثة كتير حلوين، تلاقون بركي كنت تابع لهيدا The Economy Leibniz Marginal، فمش النصوص اللي قبل ما كتير بتعطي جواب حلو. وأتمنى يكون عجبكم واستفدتوا فيه.